Die WHO. Ich fürchte mich nicht vor Corona. Corona ist nicht gefährlich. Ist der Koran gefährlicher, meine Lieben? Ist Corona. لا أخشى كورونا، الكورونا ليس خطراً أعزائي، القرآن أخطر، أؤكد لكم. بهذه التصريحات بدأ نوربرت هوفر زعيم حزب الحرية النمساوي هجوماً جديداً على الإسلام خلال تجمع لمؤيدي الحزب يوم الثلاثاء في 16 من شهر حزيران في سوق فيكتور أدلر بالعاصمة النمساوية فيينا. وأشعلت هذه التصريحات المسيئة والمستفزة لمشاعر المسلمين وهذا التطاول على القرآن الكريم ثورة غضب، واتهم مسلمو النمسا رئيس الحزب المتطرف بالتحريض على الكراهية وأنه في الوقت الذي يحارب فيه العالم العنصرية والتمييز يتفوه هوفر بهذا التصريح الغريب. تصريحات هوفر التي وصفها الكثير بالحماقة لم تمر مرور الكرام، إذ انهالت عليه الرسائل والتهديدات بالقتل مما دفع الشرطة إلى توفير الحماية لها. كما استنكر كل من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والجمعية الإسلامية في النمسا لهذا التطاول والافتراء الذي يهدد مناخ التسامح الاجتماعي والسلام الديني. وعليه قدمت الجمعية الإسلامية في النمسا بلاغا إلى النائب العام تطالب بفتح تحقيق جنائي مع هوفر بتهمة التحريض ضد المسلمين وازدراء الأديان وطالبته بالاعتذار عن تلك الإساءة. كما طالب كل من حزب الشعب والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخطر من هوفر بالتنحي. وتولى هوفر منصب وزير النقل في الحكومة الائتلافية بين حزب الحرية وحزب الشعب والتي انهارت في شهر أيار من العام الماضي على أعقاب فضيحة فيديو إيبيزا التي واجهها الزعيم السابق للحزب هاينز كريستيان شتراخي، مما أدى إلى حل الائتلاف والدعوة إلى إجراء انتخابات في 29 من شهر أيلول من العام الماضي والتي انتهت بتحالف حزب الشعب مع الخضر وانتخاب هوفر لقيادة حزب الحرية والذي حصل على نسبة 98.25% من الأصوات في مؤتمر الحزب في مدينة غراتس. وعلى الرغم من أن الإسلام هو الدين الثاني في النمسا بعد الدين المسيحي وهو دين معترف فيه منذ أكثر من قرن وهو ديانة ما يقارب 8% من السكان، إلا أن نوربرت هوفر عرف بتصريحاته المعادية للإسلام، إذ سبق وصرح أن الإسلام لا ينتمي للنمسا وأن الإسلام ليس جزءا من ثقافتنا ولا تاريخنا ولن يكون أبدا كذلك، وأنه لا يريد أن تكون النمسا بلدا إسلاميا. Meine Lieben, der Islam ist eine anerkannte Glaubensgemeinschaft. Die Zeugen Jehovas sind das übrigens auch. Aber der Islam ist nicht Teil unserer Geschichte. Er ist nicht Teil unserer Kultur und er wird nie Teil unserer Geschichte und unserer Kultur sein. Der Islam ist ein System, das auch Politik macht, ein System der Unterwerfung und der Intoleranz. Uns wird immer gesagt, wir müssen tolerant sein und tolerant sein. Ja? Aber wenn wir mal die Minderheit im eigenen Land sind, wird man auch dann uns gegenüber tolerant sein, gegenüber unserer christlichen Kultur. Schaut euch doch die Länder an, wo der Islam die Mehrheit hat, wie es den Christen dort geht. Und ich will nicht, dass es den Christen so geht wie in diesen Ländern. Wir müssen den politischen Islam verbieten und wir werden Hassprediger konsequent ausweisen und deren Moscheen schließen, meine Lieben. كما سبق وأن دخل هوفر في منافسة على الانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 من شهر أيار لعام 2016 ضد منافسه ألكسندر فان دير بيلن والذي ينتمي إلى حزب الخضر لتنتهي بفوز دير بيلن بنسبة 50.3% مقابل 49.7% لهوفر، رغم إعادة التصويت بعد الكشف عن مخالفات في فرز الأصوات مما دفع حزب الحرية النمساوي بالتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات الرئاسية ويتكون من 150 صفحة بسبب تناقضات في إحصاء الأصوات والحصول على تعويض بقيمة 3.4 مليون يورو للنفقات التي تكبدها الحزب في الحملة الانتخابية جراء تكرار وتأجيل الانتخابات الرئاسية، إلا أن الدعوة قوبلت بالرفض من قبل القاضية مارغريت شالر التي قالت إن قوانين الانتخاب في النمسا مصممة لحماية حقوق الناخبين وليس أصول الأحزاب السياسية. فهل يا ترى سيكون هناك قوانين مصممة
لحماية حقوق الإنسان مهما كان انتماؤه أو أصوله أو ديانته من أنفال هوفر وداعميه، أم أن القانون يطبق حسب ما تقتضيه الحاجة؟ شكرا لمتابعتكم، ألتقيكم بالمختصر المفيد القادم.